هذا الصرح العلمي الضخم جدا والبحث الضخم جدا ده علشان يكبر ويستمر يحتاج فلوس كتيرة جدا. عشان كده كنت بتكلم تحت لازم كلنا ندعم هذا المشروع. المشروع هنا بيتمول ازاي والدولة قايمة بدور حجمه قد ايه ناحية المشروع بتاع مدينة وجامعة زويل؟ طبعا اول حاجة الدولة قدرت تستكمل معانا الحمد لله تكاليف انشاء المشروع حوالي 4.2 مليار جنيه. المدينة قدرت من خلال التبرعات انها تسدد حوالي 700 مليون جنيه، و400 مليون من صندوق تحيا مصر، والجزء المتبقي حوالي 3 مليار جنيه ده بدعم من الدولة المصرية. واحنا بننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر بالكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمشروع شخصيا واستكمال المرحلة الأولى واستكمال المرحلة الثانية.